تقويم النائب وليد جملاط الأخير للانتخابات البلدية ونتائجها على الأحزاب السياسية بشكل عام، وإعلانه مساءلة وزراء الحزب غازي العريضي أكرم شيب علاء الدين ترو، سلطت الأضواء على مجلس الشرف الأشبه بمحاكمة حزبية، الذي أشار إلى وجود سلسلة من المساءلات لعدد من الكوادر رافضا الدخول في تفاصيلها. مجلس الشرف يحاكم الحزبيين بناء على إحالات عن أي مخالفات ترتكب من قبل الحزبيين، يتم الإحالة على مجلس الشرف لمحاكمته أمام مجلس الشرف. شو هي العقوبات القصوى اللي يمكن توصلها؟ الفصل من الحزب. يعني إذا تبين أنه بخلال التحقيقات اللي عم تعملوها أنه في مسائل أخرى، هل ممكن تتحول هذه الملفات إلى القضاء اللبناني؟ هذا أمر يحتاج إلى قرار من رئيسة الحزب ومن مجلس الخيري، يستطيع أن يصل إلى أعلى الدرجات باستثناء رئيسة الحزب اللي في هيئة عامة للحزب هي اللي بتاخذ إجراءات بهذا الموضوع. إنه لأي درجة في استقلالية لهذا المجلس بعيدا عن رئاسة الحزب؟ من نظام المجلس لا يتدخل رئيس الحزب، حتى الإحالات يعني لا على رئيس الحزب يتبلغ بعد صدور القرار عن مجلس الشرف، بتم إحالة القرار بيأخذ مجلس الشرف لرئاسة الحزب لتنفيذه. رئيس المجلس نفى يكون هناك أي رابط بين إعادة إحياء هذا المجلس وتمهيد الطريق أمام تيمور جملاط لتولي مهمات والده مع طاقم شبابي جديد. جرى تعديل للأنظمة لأنظمة مجلس الشرف بحيث أصبح مجلس الشرف له استقلالية، وعلى هذا الأساس اليوم بدأ يمارس مهامه بشكل فعلي، وهذا أساسا هذا من ضمن الأطر المنشودة بالحزب واللي الكل كانوا عم بيطالبوا فيها. جلسات الاستماع إلى إفادات الحزبيين تبدأ يوم الاثنين، على أن تدرس كل حالة وحدها قبل إصدار القرار النهائي بشأنها. باسل العريضي، قناة الجديد.